الشعب التونسي يطالب بالحرية الكاملة. ممثلين شرعيين يمثلون. إذا قامت دولة ديمقراطية، دولة قانون، سوف تؤمن للشعب التونسي كل ما يستحقه، سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأمنية. اليوم طلبنا الأساسي هو حل التجمع الديمقراطي وخروج الوزراء الذين عينهم الرئيس المخلوع من الحكومة. نحن لا نريد أي إنسان أن يؤثرنا، هذا الشعب مؤثر، وكل أفراد هذا الشعب مثقفين وليسوا في حاجة إلى أي تدخل أجنبي لتشكيل هذه الحكومة. هؤلاء هم أتباع النظام السابق، السيد محمد الغنوشي والسيد أحمد فريعة والسيد رضا قريرة والسيد كمال مرجان، وهم كانوا متواطئين مع السرقة ومتواطئين مع الظلم والاستبداد وقمع هذا الشعب عن طريق أجهزة الأمن. نحن نريد حكومة إنقاذ وطني. نحن قادرين على حماية مؤسساتنا وعلى حماية دولتنا، لكن هذه الحكومة يدها ملوثة ومورطة بدماء الشهداء، يدها مورطة بسرقة أموال الشعب. وأتمنى لأن الشعب المصري ومصر أم الدنيا أن تساند هذه الانتفاضة وأن تقوض أركام الحكم البيت. ثم ريسك كبير أنهم هذوما الموجودين هذوما يرجعوا للنظام الأولين مهما يكون، يقضوا معناها أوفياء للنظام القديم. العصابة هي هي والسفاح السعودية، العصابة هي هي والسفاح السعودية. احنا في تونس ما عنديش حرية المرأة تخرج بالحجاب تتشد. انا واحدة من الناس عندي 20 التزام نخرج والله بالحق، عندك 20 التزام في المركز على خاطرني نمشي بالحجاب. بطلت قرايتي على الحجاب. لما المرأة متنقبة ما تخرجش، اللحية فهمتي ليه يهزوها من ناحيتها من اللحية، ما عنديش حرية فهمتي الدين فهمتي مانيش نطبقوا فيه في تونس جملة، اللي طبق دينه يتسمى إرهابي في تونس. احنا نحب ونطلبوا من الشعب الكل وفهمتي والرئيس ان يخلونا حريه الحجاب، حريه النقاب، الرجال يخرجوا باللحيه مثالج او فاعل، يعني تكون تونس بلد اسلامي كلمه وفاعل مش كلمه بركه. بل ولا بد للقيد ان ينكسر، وما الحما يا حماة الحما.